شوربه الفراخ بالشعريه والخضار. احنا معانا المقادير: ربع كيلو مكعبات صدور فراخ، معلقه كبيره زيت، بصله مفرومه، فصين ثوم مهروسين، معلقه طعام كبيره كزبره، شعريه نص كوبايه، خضار متقطع مكعبات زي الجزر والبطاطس والبسله، ملح وفلفل وميه حسب الاحتياج حوالي لتر. طيب هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه نحط معلقه الزيت. الوصفه دي يعني مش دايت قوي، مش دايت قوي خلاص، لكن ينفع ناكلها في رمضان. مش دايت قوي ليه بقى؟ لان احنا معانا فيها الشعريه ومعانا فيها بطاطس مع معلقه الزيت دلوقتي، فهي مش دايت 100 100، لكن لو احنا عايزينها 10 نصايح 100 100 هنشيل منها خصوصا الشعريه. والبطاطس دي بقى هتبقى خلاص تعتبر النشويات اللي معانا، يعني ما ناكلش تاني في وجبه الرئيسيه رز ومكرونه والكلام ده كله، هيبقى بس البطاطس دي معانا في الوجبه الرئيسيه، رز ومكرونه او اي نشويات تانية هنشيل البطاطس دي كمان من الايه، من الشوربه، عشان الشوربه تبقى ما فيهاش نشويات والسلطه معانا ما فيهاش نشويات ولا دسم، يبقى الشوربه والسلطه المظبوطين بتوع العشر نصايح. بعد نخش على الوجبه الرئيسيه. حطينا معلقه الزيت بنسخن، بننزل بعد كده اول حاجه قطع الفراخ الصغيره. للنحاف بقى يعملوها كده بالظبط، وممكن جدا لو عايزين يزودوا بقى نص كوبايه كريمه لباني تبقى تحفه، تبقى حلوه جدا. بس قلبت تبقى تتخن 100 100 يعني. طيب بالنسبة بقى للشعرية لازم بس نشوحها برضو تشويحة، عشان هي مش متشوحة معايا جاهز، علشان ما تنفش في الايه، في الحلة، لان احنا لو احنا مش الشعرية مش مشوحينها اللي هيحصل انها هتبوش جوه الشوربة، دي حاجة مهمة جدا لازم نديها تشويحة تبقى اللون الذهبي معانا، وما ينفعش مع الفراخ، مش هتاخد لون ذهبي مع الفراخ ابدا، فلازم لوحدها. هنزود دي كمان ونقلب فيها لغاية ما دول يخلصوا واكون عملت البطاطس الجراتان في ثواني. في الفراخ بقى هحط البصلة أنا بحضرتك. أول حاجة عايزة أقول لحضرتك إن سنة طيبة. وأنتي طيبة يا رب. أنا بموت في حضرتك يا حبيبتي. أنتي عندك كام سنة؟ أنا عندي 8. 8 سنين، اهلا بيك. بتحبي تتفرجي على البرنامج على طول؟ على طول. طب عملتي وصفات ايه بقى؟ عملت بيتزا. انا هحط خلاص الشعريه اهو، هنضيفها، حط الميه، خلاص غلوتين. التومه بقى دي اختياري في الاول مع البصل، عايزين برضو بتدي اتجاه طعم تاني خالص، نحط التوم، اللي مش حابب مش لازم، انا احطها كده احتياطي يعني. البسله بقى ما تتحطش دلوقتي، لو البسله دي مسلوقه معانا اللي هي من الاكياس الفريزر ما تتحطش دلوقتي، لما البطاطس نضمن انها خلاص قربت تستوي هي والجزر هنروح ضايفين بقى البسله في اخر غلوه، بس كده هنزود بس الميه. بصوا الشعريه مش بتنفخ وتعجن، ليه بقى؟ لان الشعريه متحمره، لو الشعريه مش محمرينها في الزيت قبلها التشويحه دي للون عشان تدينا اللون المظبوط، هتلاقوها عجنت معاكوا على طول، فلازم ضروري جدا ان احنا نشوحها تاخد اللون الذهبي. كلها اتشوحت واخدت اللون الذهبي، مهما كترت في الشوربه مش هتعجن معاكوا ابدا. خلاص، وبرده مش هنفضل نغليها لغايه ما خلاص، المفروض نظبط بقى انها تغلي صح.